السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد الله اوقاتكم، اهلا وسهلا بالجميع في فيديو راح نتكلم فيه عن الاوتفيت الشهري المجاني، وهذا فيديو شهري راح ننزله دائما ما بعد التحديث الشهري اللي ينزل كل شهر لعالم ريد ديد ريدمشن. وهذا الشهر زي ما انتم عارفين شهر البلاد ماني، والله ماني عارف الان بدا التحديث، الان حاليا الساعه 1 بسوي لكم الفيديو. راح شفت فيه استفسارات كثيره، ناس كثيره ما هي عارفه وش هو البلاد ماني. فهذا الفيديو راح اضيف معلومه، راح نستعرض ندفع الباونتي اللي عليه، راح نستعرض مع بعض الاوتفيت الشهري المجاني، بالاضافه راح اعطيكم نبذه سريعه عن وش هو البلاد ماني، بالاضافه راح اوضح لكم حاجه بسيطه انه يوجد بوست. هذا البوست يا شباب يعني دفعه او انطلاقه او زي ما تقولوا مثل الدبل، يعني راح يعطونا دبل اذا عملت لوتينج لاي مكان في كابيتالي او في عصابه تهاجمهم. ممكن تعمل بحث بالذات في الصناديق راح تلاقي في عملة الكابيتالي. طيب يا تركي، انت قبل ما تقول لنا وش هي عملة الكابيتالي عشان نكون معاك يعني وعشان نكون فاهمين. الكابيتالي هي عملة طبعا دائما تلاقونها في الفيلبلز، في الستاتشل تبعكم في الشنطة. خلينا نفتح الشنطة الان. طيب هذه هي الشنطة، تروحوا تلفوا بالL1 او الR1 الين خانة الفيليبلز. هذا هو الفيليبلز، الفيليبلز عن الاشياء الثمينة. هذه هي الكابيتالي يا شباب، انا عندي الان 8 كابيتالي لاني سبق واستخدمت الكابيتالي والامور كانت طيبة. فوش الفايدة اجمع هذه؟ هذه فايدتها حاجة واحدة بس، عشان تقدر تلعب الثلاث مهمات الرئيسية اللي هي تحت اسم الابترونيز اللي هي الفرص. هي وكذلك هذا الشهر هي اللي عليها جولد يعني، لكن هي جميع المهام عليها جولد، ولكن هي اللي عليها دبل جولد هذا الشهر. تكون هذه العلامة علامة الكاش اوتلو، خارجين عن القانون، معناته هذا حدث للبلاد ماني. حدث هذا في الفري روم، مو حدث متعلق بالبلاد ماني مثل هذا. هنا لو تبغوا مثلا تطلبوا مهمات البلاد ماني تيجوا هنا في هذه النقطة وعليها علامة الكاش، نقطة او الدمعة هذه او نقطة الدم وكاش، بلاد ماني اختصار لبلاد ماني. طبعا بامكان الهجوم عليهم طبعا سنيكي او تخفي، لكن ما راح العب تخفي، راح ادخل عليهم كذا بقوه، خلص عليهم خلص عليهم بسرعه عشان ننهي المهمه دي بسرعه. اوكي متاكد انهم كلهم بسكاكين، شايفين طبعا حقونا سكاكين، هذا من طعنه واحده ممكن يذبحك يعني. اوه راح واحد يبلغ علي، لا تبلغ علي، تعال قبل شوي انت ماسك السكينه. اوكي باقي احد؟ طيب والله الدنيا ظلام اللي تهيألي. طيب في شيء شكله زي الكوليكتر، او طبعا انتوا راح تبحثوا عن اشياء لازم يسوي لها اسبكت، اسبكت يعني يبدا يتقفل اثار الين ما يلاقي البلاد ماني. طبعا هو عباره عن شنطه وهي فوق، انا عارف مكانها بس لازم نمشي مع اللعبه. احيانا يكون هنا في هذا الصندوق، هنا في قطعه كوليكتر. راح نشوف مع بعض هل في بوست، هل فعلا، انا عاده الاقي 2 إلى 3 احيانا والله. انا اشوف قطعه الكوليكتر في هذا الصندوق، ايش فيه؟ مشط. يلا اوكي باقي شيء. طبعا اليد تهتز الان حاليا، هي غالبا فوق. انا نشوف هذا المكان، احيانا في قطعه الكوليكتر ما في. لو في هذا الصندوق دائما، هنا صندوق تلاقون هذا هو، اي هذا هو دائما هذا الصندوق يا شباب تلاقون كابيتالي. شوف الان دحين بيجيني اشعار 3 كابيتالي، 3 كابيتالي فعلا في بوست، يعني معناته في كابيتالي اضافوه واحد. عاده يا شباب يكون 2. طيب طبعا هنا المهمة انتهت، ممكن تكنسل المهمة، لكن عشان تنجح في المهمة، اوه شوفوا شنطة الكابيتالي، عشان تنجح في المهمة لازم تبحث عن شنطة الكابيتالي وتسلمها لأحد ويدفع لك فلوس. طبعا انت راح تسرقها لأنه العمل كله راح يكون عمل غير صحيح. يعني كيف عمل غير صحيح؟ يعني ما في أي شرف يعني في اللعبة. انت راح تسرق من هذول اشياء مهمة جدا، وراح واحد يدفع لك مبلغ مالي غالبا يكون بالجولد يعني. طبعا حتلاقونه في الزاوية، هذا هنا في الزاوية تلاقونه، هذه هي تيجي هنا
تفتح اوه في بوكس كمان، هذا بوكس ممكن الاقي كابيتال يا شباب. حصلنا على 2 كابيتالي، معناته كم الان حصلنا على 5 كابيتالي. طيب خلينا ناخذ الفيلبلز اللي هي هذه الشنطه يا شباب، زي ما انتم شايفينها مع لاعب الان. خلاص الان راح اعملها ديليفري، وهي غالبا راح يكون في ايمرالد رانش في المزرعه تبع ايمرالد، راح يكون هناك في واحد تدخل له جوه الحظيره. من كثر ما العب المهمه هذه، لانه صراحه اللي يدخل يلعب سولو لوبي ويسوي له سولو لوبي راح يلاقي دائما يرسبنوا عنده، هذول دائما يرسبنوا عنده. هذه فائدة الكابيتالي، اللي يسألني عن الكابيتالي وش فائدة الكابيتالي وش هو الكابيتالي، انا ماني فاهم. كابيتالي عملة بلاد ماني وجمعها فقط عشان تلعب 3 مهمات رئيسية، وكنا موعودين انه في مهمات راح تضاف، وزي ما اقول اعيد واكرر انه اللعبة تم السحب عليها وتم هجرها بسبب انه جميع مطورين ريد ديد ريديمشن اللي كانوا متفرغين لهذه اللعبة سحبوهم لجي تي اي 6، لانه في كثير من المطورين العباقرة استقالوا من روك ستار. هذا هو السبب يا شباب، اسباب غريبه انا عارف، اسباب داخليه، سياسه داخليه. عشان كذا روك ستار عندها مشكله قويه، يعني ممكن تكون تعرضت للخيانه من بعض المطورين، لان في بعض المطورين فتحوا استديوهات خاصه فيهم، وممكن تكون لا عقوبه لهم. ليش؟ لانه فعلا يعني كان عندهم سمعه سيئه، انهم كانوا يستغلوا الموظفين باستغلال سيء كما قيل. يعني احنا في النهاية كلعيبة او كمجتمع يلعب ما همنا الكلام هذا. طبعا هو هنا يكون ترى مستني هنا. اوكي طيب ايش افضل يا تركي، اسلم بسرعة ولا اسلم اجلس 12 دقيقة؟ لا، عشان تحصل على 32 نجتس اجلس 12 دقيقة، 15 دقيقة 36 نجتس قطع ذهبية. طبعا في سؤال واحد يسألني قال لي كيف تقول 96 قطعة ذهبية؟ 96 قطعة ذهبية بمعنى 96 نجتس. شوفوا عشان أكملت المهمة أقل من 8 دقائق، أقل من 9 دقائق عفوا، حصلت أقل حتى بعد يمكن في 5 دقائق أنهيتها. ففي فرق يا شباب ما بين القطعة وما بين السبيكة. السبيكة يعني 1.0، لكن 0.96 هذه ناديها 96 قطعة، ما يعني ما تجمعت لي سبيكة بالكامل. طبعا حاليا الليل، دائما الليل وراي، لكن على ما بال نروح نشوف الاوتفيت المجاني مع بعض. راح نروح على بلاك ووتر، ليتس جو. هلا والله بالشباب، يا مرحبا يا مرحبا. وصلنا بلاك ووتر ونروح لخياطي المفضل. طبعا انا دائما اجي عند خياط بلاك ووتر او ساندريس، واحد منهم، حلوين كلهم. وفي نفس الوقت باذن الله تعالى راح انزل لكم فيديو كيف تجمعوا كابيتالي باسهل طريقه، عندي لكم فيديو ان شاء الله راح يناسبكم مره. يلا مثل كل شهر يا شباب نبدا باول خانه، خانه الهات، نشوف الهات المجاني اللي اعطونا اياه. هذا طبعا اول شيء نستعرض الليمتد ستوك برضو في نفس الوقت اذا صادفناه، هذا ليمتد ستوك اللي هو الهات هذا. هذا نزل تقريبا قبل 3 شهور ما خاب ظني، 4 شهور، واشتريته طبعا كان عندي شخصية الفيميل واشتريت الهات هذا. إيه هذا باللون الاحمر اللي هو سيل مكتوب عليه، ومكتوب عليه زيرو. طبعا اكيد راح يكون راح يكون شوية تف يعني اللبس، انا عندي احساس يعني لانه بلاد ماني فما راح يكون اللبس ناعم. طيب خلصنا من خانة الهات. كيف تعرفوا تفرقوا يا شباب ما بين السيلز اللي عليها تخفيض وما بين السيل اللي يكون مجاني للاوتفيت الشهري؟ حتلاقي البرايس مكتوب عليه زيرو تحت زي هنا، هنا 10 دولار معناته هذا بس تخفيض. الحين خلينا نلقى بس غرضنا اللي هو هنا هذا بالذهب. شوف الان بالجولد زيرو معطيني، معناته هنا اللي عندي القطعة المجانية. صراحة التيشيرت ده مرة حلو صراحة، قد اشتريته سابقا بالكامل، وكمان اشتريت الازرق هذا صراحة مرة بطل، مرة حلو. اشكرهم هذا في لبس كده ببالي دائما اركب فيه مع التيشيرت هذا. نعم هذا هو اللي انا امتلكه اصلا اوريدي انا عندي. طبعا هو حلو والله صراحة، لبسه مرة حلو. طبعا هذه البلاطين مره حلوه كذلك حتى على شخصيه الفيميل مره يعطيها شكل حلو. طيب اللي بعده نشوف، هذا هو طبعا راح يكون البني. ديسنت بير اوف بوتس، حلو والله شاب.
يعني بالجولد راح يكون. اوكي قبلها برضو جلفز، هذا الجلفز برضو غالي. انا That will require gold to purchase. Do you have some? Okay. I have to say that looks just fantastic on you. طيب بيعطونا برضو نيكوير. أي اوكي الاحمر. Are you feeling good? Because you're looking great. You look great. وبيعطونا برضو اوه عرفت اللبس، اللبس حيكون حلو والله صراحة. حيكون حلو. طيب هذا ال السسبندر مرة حلو صراحة، يعطيك شكل. طيب الايموتيز طبعا كلها عليها تخفيض، بالاضافة يا شباب في تخفيضات على جميع خلينا نجي نخش هنا اوريكم على جميع ملابس الادفتات تبع كل الرولات. تخيلوا شوفوا هذا عليه سيلز تخفيض، وبعدين 40% مش اي كلام. الباونتي هانتر نفس الحكاية 40%، يعني خذ راحتك. يعني اللي يبغى مثلا فاتوا الباونتي هانتر وما اخذ الاوتفيت، يعني ما شاء الله تبارك الله الشهر هذا راح يكون افضل من الشهر الماضي. الشهر الماضي كان 30% تخفيض. يعني هذا الفيست يا شباب راح تلاقونه مجانا، راح تحصلوا عليه، اللي هو طبعا الموراليس فيست. عشان الناس تفهم كلامي قلت لكم راح تحصلوا على الموراليس فيست، وهذا نادر جدا ومطلوب اذا لعبتوا اي مهمه من مهمات البلاد ماني الاساسيه خلال هذا الشهر يا شباب. راح تحصلوا على هذا المورالس فيست، واخر اسبوع راح تحصلوا على الهات هذا. خلينا اوريكم الهات، انا عكستها. اخر اسبوع برضو راح تحصلوا على الهات الجيتور هات اللي هو باللون البيج. طبعا انا عندي وين الجيتور هات، جيتور هات ايه هذا هو، هذا هو حتلاقون هذا. طبعا مره بطل مره، انا المفترض اقول لكم اياها من بدري، اقول لكم هذا اللبس بالنسبة للفيست والهات راح تلاقونه خلال هذا الشهر مجانا. هلا والله بالشباب يعطيكم العافية. الآن وصلنا للنهار أخيرا، ضحضح علينا النهار، وزي ما انتم شايفين لاعبي ما أدري أحس شوية يعني اللبس مو قد كذا، ولا تهيألي مميز صراحة، لبس مميز ولكن يعني مو أفضل من اللبس الشهر الماضي صراحة. شهر البلاد الباونتي هانتر كان أجمل، لكن هذا مميز صراحة في تميز. لكن الشيء بالنسبة للشيرت أنا مرة عاجبني الشيرت، دائما دائما كنت أشتريه يعني. يلا أوكي شكله كذا غريب صراحة يعني. عموما هذا هو اللبس، إن شاء الله ما أكون ناسي شيء. نروح للخيل، وطبعا بوريكم على حاجة راح أصادف الأسطوري الكوغر أو الكوغر العادي، لأن راح نروح لشون مكواير هنا. بس عشان تفتحوا هذه العلامات لازم أولا تروحوا ساندينيس في هذا المكان هنا بالضبط، تلاقي نقطة صفراء كبيرة، تجوا هنا وراح تقابلوا شخص اسمه مارتيلي، وهذا مارتيلي راح يظهر معك مقطع سينمائي، وهو مقطع السينمائي اللي أنا سويت في التحديث الشهري خليته في البداية عشان تفتح هذا الدور أو هذه الوظيفة وتبدأ. خلاص أول ما تلعبها خلاص بعدين بيظهروا معك كل أحد، كل شخص اللي هم المنتشرين. أعتقد تقريبا عددهم 5 ما خاب ظني، نعدهم مع بعض. هذا واحد، طبعا هنا اثنين هنا اثنين، وبرضه بيرسبن هنا لأن أنا لسه ما فتحته. طبعا الشخصية هذا جيمس لينكتون. جيمس لينكتون أول ما تيجي هنا لازم تلعب له مهمة، لازم أي أحد أول مرة تلعب تزوره تلعب له مهمة له خاصة. بعد ما تنجز مهمته بعدين راح يفتح لك البلاد ماني اللي راح خلاص انت تشتغل عليها مع الجميع. وفي نفس الوقت في واحد هنا عندنا فروتس اللي هو هذا انتوني فريمان، طبعا متوزع يعني ما هنا وفي ساندينيس كذلك. واخيرا خوينا هنا جو، طبعا هذا جو طبعا من عصابة مايكا، تعرفين جو، جو يجيك في اخر الشابتر يعطيك كذا لمحة عنه. احنا حاليا راح نروح على شون مكواير عشان بس اوريكم على حاجه واشرح لكم اياها وننهي الفيديو ان شاء الله ما يكون طويل. هذا هو ظهر، هذا هو ظهر، والله قريب هالمره قريب عند البيت هنا. خلينا نصيده يا شباب طالما انه ظهر. تعال تعال حبيبنا تعال، وين رحت؟ والله مره قريب، شكله جالس يصيد الغنم حقهم. هذا هو، لا تعال تعال. طبعا هذا الكوغر مرات اطقطق عليه ومرات يكون مره صعب صراحه. باقي ما شافني،
خيالي اهدى 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 يا خيالي. تعال تعال ليش؟ هذا جليتش يا شباب اللي اسويه الحين برمي له خيري. لا ضار معنا خلاص كويس. هذا جليتش يا شباب، تقدروا انتم تعلقوا على تهدئة الخير بس من بدري، وبعد اللعبة راح تمنعك انك انت تطلق عليه. لو تلاحظوا انا طلقت عليه متأخر، ليش؟ انه اللعبة اصلا مانع عني اطلق عليه. هذول لسه برضو ما زالوا بيحلوا مشاكلهم. بالنسبة لأي أحد يسألني عن رأيي، هذا الشهر ما راح يكون مناسب للعيبة المبتدئين صراحة، يعني شهر شوي يعني حيكون تف شوي. لكن بالنسبة للعيبة اللي يبغى يغير جوه يعني صراحة، أنا أعرف ناس كثير ترى ما ختم وما لعب جميع الكونتراكت تبع البلاد ماني. وأنا والله نزلت عن كونتراكت كده، كونتراكت نزلته في القناة، وبإذن الله تعالى راح أنزلكم على جميع كونتراكت إن الله أحيانا هذا الشهر. هذا شو مقوايل لأن أنا لعبت مهمته فراح يجي عنده. Nice work there. Nice work there. طبعاً إذا ضغط إذا أيمتوا عليه وتضغطوا على مربع راح يوديك على free roam mission، لكن إذا ضغطوا على المثلث راح يوديك على مهمات البلاد ماني، وهذا اللي نبغاه. طيب أنتوا عشان تحصل على الجوائز يا شباب، شايفين هذه اللي واحد من ثلاثة، هذه لازم تنهوها. واحد من ثلاثة لازم تنهوا ثلاث مراحل ثلاث مهمات عشان تحصلوا على المكافآت الأسبوعية. مو راح تلعب لي مهمة واحدة وتنتظر، العب ثلاث مهمات لازم تقفله، لازم تقفله بالكامل. أي شيء عليه نجمة باللون الأصفر معناته أنت ما قد سبق ولعبته. تمام، شوفوا هذا أغلبها ما قد لعبته لأني فعلا أنا ما لعبت بالشخصية هذه، لأن أنا حذفت شخصيتي وجيت بالشخصية الجديدة، هذه رجعت شخصيتي القديمة. هذه هي الأبترونيز اللي أقصد عليها، هذه اللي عليها دبل جولد. عشان تلعبوا هذه المهمة لاحظوا مكتوب كابيتالي 15 كابيتالي، لازم أجمع 15 كابيتالي. طبعا في أقصى الشاشة يمينا فوق راح تلاقوا أنا مجمع 13 من 50، يعني أقدر أجمع لغاية 50 كابيتالي. طيب إيش الفائدة؟ ما في فائدة. أنت لما تلعبها على 15 هذا أقل شيء راح تلعبها على درجة الصعوبة العادية، لكن لما تلف يمين لف بالسهم يمين راح يكون على المتوسط، ولفها على أقصى شيء اللي هو 3 درجات 25 كابيتالي. وش الفائدة؟ راح تكون مضروبة، يعني راح تزيد العمولة عندك، راح توصل لتربل ماني مع الدبل، راح يوصل مضروبة بخمسة أضعاف، يعني راح تلاقي الفلوس أكثر بس درجة الصعوبة راح تكون عالية، ما راح يكون في إيم لوك. لازم تكونوا منتبهين، في بعض المهام ما يكون عليها إيم لوك فتكون صعبة. كلها سهلة صراحة. The Ember of East هذا طبعا المهمة راح تكون في أنزنبرغ، طبعا مهمة جدا مميزة وحلوة وممتعة، لكن أنا اللي أشوفها تحدي هذه إل سفرانو. إل سفرانو هذه في رودز، هذه مرة مرة صعبة، بالإضافة أنه ما فيها إم لوك وفعلا تحدي. هذه طبعا اللي في ساندينيس طبعا تكون في القطار، في كذا طريقة بإمكانك تنهيها، بإمكانك تنهيها ستيلث، وفي كثير ينجح فيه، لها جليتش طبعا في كثير. واذا حابين انزل لكم اياه انزل لكم، ما عندي اي مشكله، في لها جليتش طبعا تقدر تنزل يعني بكل سهوله تنهيها. لكن المشكله وين؟ المشكله في الكابيتالي، لازم تجمع 15 كابيتالي. عشان كذا ما هي زي الباونتي هانتر، تلعب اخترت الليجندري باونتي وخلاص تختار وتلعب. خلاص هذا هو فيديو اليوم، الله يعطيكم العافية. هذا هو استعراض الأوتفيت المجاني، أتمنى كان شرحي واضح. بالنسبة للكابيتالي هي عملة البلاد ماني، فترة طويلة والله روك ستار ما أعطونا بلاد ماني يكون شهر لحاله. عادة يعطونا بلاد ماني مع مثلا كوليكتر، مثلا تلعب كوليكتر وفي مهمة أو مهمتين تبع البلاد ماني عليها جولد، عادة يعطونا حق The Ember of the East اللي هو تبع أنزنبرغ، ودائما كنا نلعبها ودائما كنا نعرق عليها. أحيانا يعطوك كونتراكت. اللي سألني على أفضل كونتراكت صراحة أنا أعطيكم كونتراكت، في كونتراكت جدا مميز أنا من عشاق هذا الكونتراكت، أعتبره من أفضل، حتى أفضل من الليجندري باونتي صراحة، اللي هو The Blue Water Contract. يلعبوا ثلاث مهمات راح تلاقوا عصابة عصابة لاقراس
عصابة المستنقعات صراحة شيء خرافي. بلعب لكم إن شاء الله في القناة بإذن الله تعالى، سبق ونزلته في القناة بس أيام كنت ألعب على السوني، لكن بإذن الله تعالى راح أنزل لكم وأنا ألعب على البي سي، لأن البي سي جرافيكس تبعه أفضل بكثير يعني. عموما لهنا نصل لختام الفيديو، يعطيكم العافية، إن شاء الله الفيديو كان مفيد، وإذا كان كذلك يا شباب لا تنسوا من اللايك والاشتراك في قناتي الفول جديد، وأشوفكم بالفيديو القادم. تبعوا صحتكم، أمان الله.